ليست المرة الأولى التي تتصاعد فيها الأصوات المطالبة بمقاطعة المنتجات الإسرائيلية، لكنها الأكثر زخماً منذ سنوات بعد الحرب الأخيرة على غزة. المنافسة بين الشركات الفلسطينية بدأت بتحسين جودة الإنتاج، لكنها ليست بالشكل المطلوب كما يقول البعض. في هاي الظروف كان يتوجب على المنتجات الفلسطينية أن تقدم أفضل ما لديها للمستهلك الفلسطيني من حيث الجودة، من حيث التكلفة، من حيث السعر والتغليف. المواطن بحاجة لبناء ثقة بينه وبين المنتج الفلسطيني وبين المصانع الفلسطينية، لكن تفاجأنا أن ليست كل المصانع تعاملت بشكل إيجابي مع المرحلة المطلوبة، ولم تثبت قدرتها على المنافسة في السوق من خلال تقديم أفضل ما لديها للمستهلك. شركة الجبريني لمنتجات الألبان زادت نسبة مبيعاتها بعد حملات المقاطعة إلى 30%، إضافة إلى تشغيل 30 عاملا وتوسيع مزارع الأبقار، إلا أن التغييرات أجرتها الشركة على بعض منتجاتها أثارت حفيظة المواطن، ما دفعنا للبحث عن حقيقة الأمر. بالنسبة للجبن الهولندية ما كان في منه أنه قللت البروتين الموجود بالجبنة، بروتين الجبنة الموجود هو نفسه ما تغير نهائيا. النص كيلو أو 500 جرام للجبنة الهولندية كان ب 11، إحنا عملنا حملة عليه بشهر رمضان. إحنا سياسة الجبريني في شهر رمضان كل سنة في عندها عروض. وأكدت شركة الجبريني أن التغليف الجديد لبعض المنتجات لا يقلل من جودة ووزن المنتج نفسه باعتباره شكلا من أشكال المنافسة. احنا باستمرار يعني كان صنف الحليب، احنا الشركة الوحيدة اللي هي شركة الجبرين بتنتج الحليب الفريش على مستوى الوطن. كنا نواجه منافسة من حليب تنوفا الموجود بالسوق، لانه الحليب الفريش بالذات للجبريني ما يتسوق بالشكل المناسب او بالشكل الصحيح من خلال عروض او اسعار غير الاسعار الحقيقية لسعر حليب تنوفا. الكل بيعرف انه كان حليب تنوفا اكثر من 7 شيكل اللتر الواحد، لما احنا نزلنا بالسوق عملناها ب5 شيكل، مش السنة هاي، السنة الماضية. ولعل حملات المقاطعة التي شهدت تجاوبا كبيرا لدى المستهلك الفلسطيني لن تحقق النتائج المرجوة منها إذا بقيت مجرد ظاهرة ولم تتحول إلى استراتيجية يتم تبنيها رسميا وشعبيا. دعاء السيوري، الخليل، تلفزيون وطن.